بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده، اكيد كالعاده هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البدايه ما تنساش افضل حاجه بنبدا بيها فيديوهاتنا الصلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحاجه عايز اتكلم فيها الاخ احمد عيد عبد الملك. احمد عيد عبد الملك زيه زي خالد الغندور، زيه زي اغلب جماهير النادي المنافس ان لم يكن كلهم، مليان حقد ومليان غل تجاه النادي الاهلي. وانتوا عارفين قصة احمد عيد، احمد عيد اللي كان خلاص قاب قوسين او ادنى انه ينضم لصفوف النادي الاهلي، ولكن الاهلي تراجع لأسباب يعني بلاش نتكلم فيها، ولكن الأهلي تراجع في اللحظات الأخيرة ولم يتم التعاقد مع أحمد عيد عشان يتحول أحمد عيد من قمة الحب والأمنيات والطموحات مع النادي الأهلي إلى قمة الغل والحقد تجاه النادي الأهلي وجماهيره وإدارة النادي الأهلي. أحمد عيد على الهواء مباشرة قدام مصر كلها ما قدرش يحافظ على غله جواه ومكبوت جواه، الغل طفح على الشاشة. أحمد عيد بيعلن أنه لن يشجع الأهلي وسوف يشجع أي فريق، أي فريق. وأي فريق دي على فكرة تشتمل تحتها حاجات كتير. حتى لو كان فريق اللي ما يتسموش، حتى لو كان فريق اللي ما يتسموش. الحقد والغل تجاه النادي الأهلي ممكن يخلي واحد يشجع فرقة معادية لبلده، مش مشكلة. المهم ان انا ما اشجعش النادي الاهلي. قال لك اتمنى خساره الاهلي كل الالقاب. طب ده يدل على ايه؟ يدل ان الاهلي وجعه. يدل ان الاهلي جرحه. انا اللي جرحت احساسها. انا اللي جرحت احساسها. قال لك ده موقفي وموقف منطقي جدا. انا بجيب لك تعليق احمد عيد ليه؟ عشان اي حد يطلع يقول لك على الهوا انا نفسي الاهلي يكسب، اعرف ان اللي بيقوله ده كلام فيستك، كلام للاعلام بس، لكن اللي جوه قلبه، اللي جوه قلبه مليان غل وحقد تجاه النادي الاهلي. عايز اقول استاذ محمد شبانه احنا بنحترمك، لكن الاحترام دوت هيتلاشى نهائيا يا استاذ محمد اذا استمريت في استضافة أمثال أحمد عيد عبد الملك وكره الدفين ضد النادي الأهلي. كابتن محمد شبانة أنت راجل محترم، لكن من المفترض وانت بتستضيف ضيوفك تختارهم على الفرازة. ما بقولش ليك هات أهلاوية، ما بقولش ليك هات أهلاوية، لكن لما يطلع واحد في برنامجك ويقول أنا هشجع أي حد يلعب النادي الأهلي وانا بتمنى الاهلي يخسر كل البطولات، دي حاجة عيبة في حقك وفي حق البرنامج بتاعك. دي حاجة عيب في حق البرنامج بتاعك. ايه رأي رابطة الفجل؟ رابطة الفجل والجرجير. ايه رأيكم في كلام احمد عيد؟ حلو صح؟ لكن الشناوي يطلع يقول حاجة أقيم عليه الحد. الشناوي عديم الأدب، ولكن أحمد عيد يكرم، وممكن بكرة تلاقوا رابطة الفجل والجرجير بتكرم أحمد عيد بعد تصريحاته ضد النادي الأهلي. عايز أقول قائمة المحظورات لجماهير النادي الأهلي النهاردة بعد إذن حضرتك، بكرر للمرة الألف سلامتك وأمانك وإنك تروح لبيتك بدون أي مشاكل، دي أهم حاجة عندنا. جميع المشروبات والمأكولات اللي موجودة في علب معدنية أو زجاجية ممنوعة. ممنوعة. الولاعات والشعلات الحرارية وأي مواد تحدث لعب ممنوعة، لهب عفوا ممنوعة. الصافرات الشبيهة لصافرة الحكم وأقلام الليزر ممنوعة. مواد حفظ الطاقة زي الباور بانك ممنوعة. اللافتات ذات الإشارات المسيئة أو الدعائية أو السياسية أو الخارجة عن إطار المباراة ممنوعة. مسموح لحضرتك تدخل كل أنواع المشروبات والعصائر في زجاجات بلاستيك
بشرط انك تنزع الغطاء من عليها. الاطعمه المحفوظه في عبوات خفيفه او اطباق من الفوم والبلاستيك مسموح بيه. مسموح انك تدخل اعلام الاهلي واعلام مصر، وفي جهات مختصه منوط بيها ان هي تراجع ادوات التشجيع قبل الدخول لتسهيل الدخول للجماهير ودخول ادوات التشجيع المسموحه. قناة الزمالك كانت مستضيفة فناننا الجميل فتوح أحمد، فنان كلنا نحبه ونعشقه بعيدا عن الانتماء، من حقه يكون زملكاوي، من حقه يشجع الفريق اللي هو عايزه. لكن الأستاذ فتوح أحمد قال نكتة أنا ما قدرتش أعديها. الأستاذ فتوح أحمد قال لو وفرنا الدولارات اللي احنا دفعناها غرامات في اللعيبة والقضايا اللي علينا كنا اشترينا ميسي، كنا اشترينا ميسي. اعتقد الغرامات اللي اتعملت عبر تاريخ نادي الزمالك كله بالفلوس اللي دفعها الزمالك للأندية في اللعيبة والمرتبات ما تجيبش تمن ميسي، ما تجيبش نص تمن ميسي. فأتمنى الناس يعني بلاش مبالغة، لا انت تقدر على ميسي ولا تقدر على فلوس جزمة ميسي حتى، فخلينا عاقلين بالقدر الكافي. عايز اقول لاحمد عيد ولمشجعي نادي الزمالك، الترجي التونسي النهارده عنده اربع بطولات، الترجي التونسي عنده اربع بطولات، الترجي التونسي الزمالك كان عنده خمسه والترجي كان عنده واحده. بعد 20 سنه الترجي لسه، الزمالك لسه ثابت عند الخمسه، والترجي يصل للبطولة الرابعة، يعني الترجي كسب ثلاث بطولات أفريقيا في 20 سنة. وما زال الزمالك وجمهور الزمالك يحلم ويهتف السادسة يا زمالك، السادسة يا زمالك. الزمالك ضيع عمره كله في فكرة نادي الكرن الحقيقي، ونسي إن آلة الزمن شغالة، ونسي ان الزمن شغال ومحدش واقف يعيط او يتباكى على شيء، والناس كلها هتركب فوق الزمالك، وما زال الزمالك وجمهوره يتباكون، يتألمون، يعاينون الاضرار فيما يخص بطولة دوري ابطال افريقيا. كمان 10 سنين او 15 سنة باذن الله الزمالك هيبقى خمسة، والاندية الافريقية التانية هتبقى راكبة فوق الزمالك في رقم خمسة. نادي الطموح بعد تصريحات محمد الشناوي بالأمس أطلق كلابه على محمد الشناوي. عارف انت لما تبقى ماشي في شارع وفي بينك وبين أحد الجيران أو أحد الساكنين في الشارع ده مشاكل، يروح طالق عليك كلابه، يقولك بسك عليه، هصوا عليه. فمن امبارح لحد النهاردة الصحفيين اللي منتمين لنادي الطموح، نادي الغسالة، انجاز لينا ان احنا نقول الغسالة، طالقين كلابهم على محمد الشناوي في الصفحات، كلابهم اللي شغالين في المركز الاعلامي، وعمالين يشتموا ويتجاوزوا في حق محمد الشناوي. كابتن ميدو عجبني جدا رأي ميدو في أزمة الشناوي مع الصحفيين. ميدو قال عايز تعرف يعني ايه قائد بمعنى الكلمة روحوا اتعلموا من محمد الشناوي. فن الرد على الصحافة، صحافة كل شغلها ترويج الإشاعات. رابطة النقاد منزلين بيان خايب، والراجل مغلطش في حد، بس هتقول ايه اللي على راسه بطحة. الشناوي اختار الوقت المناسب عشان ياخد حقه بعد كم الاكاذيب والشائعات عليه بعد اصابته. اعتقد كلام ميدو هنا غير ان هو بيدعم الشناوي وبيشيد بالشناوي، هو كلام ليك يا جاره شيكابالا كابتن الزمالك. هل كان شيكابالا لديه الثقافه في كيفيه الرد على الصحفيين زي ما رد محمد الشناوي؟ ولا كان شيكابالا ممكن يطلع عن النص ويخرج عن النص في الرد؟ أخذ الحق حرفة، معلمة،
تاخد حقك وانت معلم، يا سلام احبك تبقى حبيبي، تبلطج وترفع جزم وتشتم وبتاع، اعصرك، انزل منك اطفال صغيرين. اتمنى ان كل كباتن مصر، كل كباتن الانديه في مصر بالذات اللي بيشاركوا دايما في افريقيا، اتعلم من محمد الشناوي. محمد الشناوي تربيه سيد عبد الحفيظ على فكره، يعني اللي بيعمله الشناوي دلوقتي هي خبرات متراكمه من مدير الكوره للنادي الاهلي سيد عبد الحفيظ، افضل مدير كوره في مصر سيد عبد الحفيظ، اللي طلع مع مهيب عبد الهادي وما خافش، ما قالش امسك العصايه من النص انا دلوقتي بره النادي الاهلي واهم حاجه لقمه العيش، لا سيد عبد الحفيظ طلع قال ان اللي قاله الشناوي صح، وان كان الطريقه ممكن تكون مش صح، لكن اللي قاله الشناوي صح. وبدل ما تطلعوا تشتموا الشناوي وتشتموا كابتن مصر وكابتن الاهلي وتقولوا عليه عديم الادب، كنتوا فين لما كان رئيس احد الانديه بيطلع يشتمكم بامهاتكم وابهاتكم؟ كنتوا فين؟ كنتوا فين لما رئيس احد الانديه كان بيطلع بالثلاث اربع ساعات يخوض في اعراض ده ويتنمر ويتعنصر على ده؟ كنتوا فين؟ كنتوا فين يا اهل الرابطه؟ سيد عبد الحفيظ مسك كابتن اسماعيل يوسف غسيل وغسيل ومكوه. يا جماعه سيد عبد الحفيظ ده انا اتمنى اشوف اليوم اللي يكون في سيد عبد الحفيظ رئيسا للنادي الاهلي، يعني كابتن محمود الخطيب ربنا يديه الصحه، انا عايز الخطيب يفضل رئيس للنادي الاهلي لحد ما الخطيب يقول لك بس انا استكفيت وما كنتش قادر اكون اواظب ما بين الصحه وما بين رئاسه النادي الاهلي، تمام بعد 20 بعد 30 بعد 40 سنه بس اشوف سيد عبد الحفيظ كده سنه سنتين ثلاثه رئيسا للنادي الاهلي. اتحداك، شوف انا بقول لك من دلوقتي اهو، اتحداك ان في حد يقدر يتجاوز في حق النادي الاهلي وقتها. اتحداك ان في اي صحفي يقدر يطلع يقول اي خبر كاذب عن النادي الاهلي او اشاعه عن النادي الاهلي، لانه عارف ساعتها الرد هيكون عامل ازاي. سيد عبد الحفيظ احسن مدير كوره جابته مصر في التاريخ كله. سيد عبد الحفيظ مهيب عبد الهادي قال له ايه رايك في كلام الشناوي؟ كابتن اسماعيل قال المفروض يتكلم باسلوب احسن من كده. كابتن سيد رد على اسماعيل يوسف وقال كنت فين من الشتيمه يا كابتن اسماعيل والتنمر على الناس، ده انت كان فيكوا راجل. كان رد الفعل عامل نفسي مش داري، يا ريت الشناوي اساء الادب كنا قلنا ماشي. الناس اللي زعلانين دلوقتي هم نفس الناس اللي كانت بتتشتم بامها، وكان تنمر وقله ادب على خلقه ربنا والكل ساكت. يعني انت من حقك تتجوز في حقي وفي اسمي بصفتك صحفي او ناقد او اعلامي، وانا مش من حقي حتى اتكلم معاك ليه ان شاء الله بتشتغل فين. كابتن سيد عبد الحفيظ احلى حاجة فيه انه لا يخشى في الحق لومة لائم. سيد عبد الحفيظ قدر يقف بمفرده قدام جبروت رئيس احد الاندية وقت ما كان لسه بجبروت. وسيبك من دلوقتي اي واحد لسه باتنين جنيه متزوقين يا ماما يقدر يتكلم عليه، لكن وقت جبروت هذا الشخص كان سيد عبد الحفيظ لوحده واقف ضده، ولم يخشى سيد عبد الحفيظ هذه المواجهة مع هذا الشخص ومنظومة اعلامه بالكامل. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا، هستنى كل ارائكم وتعليقاتكم اكيد.